الله الرحمن الرحيم كنا نتفاي لفرصة ديالها كذا وهذا برامج شيء تدبات كي كي جي اس تي في أهلهم أو كلا سينكو برا تاني تي سينكو فرصة تي في كون فرق قلب الصوماليا أتبقى كبرامج كوي بونا قاعد الدونة ورئيس الشركة دي سنو ولن تريها إيدن كو أرور كبغي أفرتنا دي إيدن كو حوق دالك الصوماليات كورنير حسن آذن يرو يو بساس أوكلا ورئيس سنو ولن وزيركا قاديد كيركي لكو كون فرق قلب الصوماليا مدني حسن حسين محمد حسن علي وبس أسوأ كلا برامج شو طلباتي كي جي إس تي في نسيم جود بيدونه ورئيسهن لوالدنا تليها إذا كأسلوب تكون فرقة بالصومال وسأنه كهذا شقدا إذا كأسلوب تا يو حبسية دا جودا هانك يارن ده كان دا كون فرقة بدأ وشجع إنتيهم بين ده يعطي إذا وين برامج كقدو بدأ سكفر الدونز ده مرهان تاسي يسافر كي مده وينها دورت قاد كون فرقة بعد وفتيجو سو جامعي يكسر عندك مدة دين صار يا قبل كباي ويبنى برامج كان تهود كجان تاسين كجيه دونا فيصل الله وسن ويبنى إن الكاميرا دي فرصة مدى با نقابة يدون وريقان فيصل سهل مركز هكذا وادا فرصة ديال ويبنى كورهن وريسن نوالنا وزير قاديد كيركي روكوان فرق البد حسن حسين محمد حسن علي وصوانو كحادل قرام مدى شرق دي سن اي ديگانا دا كوان فرق البد لكو هرق يدون ايو قرام وصوبة وصحتا حدق وصوب كجاري ديگ مدى دين سور اي قبل كباي وزير كبون وركوريسن اي حالات ديگانا دا كونفور قلبه دي اسمه قرامة ديگانا دا كونفور قلبه دا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أمهد له أذيب الشيك تجيك وليه ديرني ديگ مدى الدين سور ولو نهان ديرنينا وليه هاي تيين اللي ينكور قلق قويدا هان حالات دا ديگ مدى سي بلشد كنول دا مانتيو يسيدي اللي ينكور قلق فدي غارهان وليه هاي تيين حدا قوس لكو جرو قرونكي دسمدا كدرارت إن ودى إني حرق لكو جرو الحمد لله سين بارغاسين قرون فايل إنو يالك ديسي ولا ينما هن نغانا ددوينا هرير دين سورو دمانتيو إس أو ودجيري أمكو شغي إني قرون كاس ديسمو ولا كلا ينما هن نغانا هايدة تيس بلاس أو ين هولس إني قبصون تا كعاودي إيد الله إدي ولا لك ديسي فادي هبي انتب إيدي إيدان ماسيين إلهي دين جيس ولن رجينا إن شاء الله قرومة كلا الدقانة دكون فرق البيت كيالون إني يو نفتيو حلان ولن اللي انباهنا إني يو حلان رجينا إن شاء الله تعالى وانا كشغيدون قرومة بدنا عدبه الكدرير تسدس نوكتين براوي كدرير تشغدا إن شاء الله وانا كلا بدنا ولن اللي نصوبي دون إني الدبلين هكاجي سيدة بقول وكلا غصاح ديري ميل بدن يا رجيان إن شاء الله وقرام ديو إني دبلين هجاجي وبإذن الله الكريم نهدو إلهي إيران مدني وزير دوان ويبس هذي عاصمة كونفورغا براو اسم جاكرون يا صوري أولا شاك انتي حكات قلي بلوشيد رار كونفورغا البيت ميلو ودا إلا هايتي أو براوك عرض اسمه قرون شاك إني إذا ما سنتين مجرتو والحكات أو كجير قرونك براو ولك دريرتي هولي صاحب سميله بإذن الله الكريم ولن رجيان السكم ملقاري قرونك سود اسمه دريرتي سكم ملقاري إن ديارتك كدكتور رجيان إن شاء الله وسأسك بربر سعودان إن عاونت الددوينه لك عاوية قرامدة إن اسمه القرانك بين اسم بربر سعودان رجيان إن شاء الله وقت الأول رجيان إلى هذين شيء يفرنون قرانكاس إن ما دام أسيء قرانك كلي قبل كهدا والقران أكو شغية إن جرنا قبل كشبل هذا وصل مركل كريبة قرانك بالدوغل أو استعماليان إن ديار ذا مركل كريبة أو عن شعب كان هين مركل كريبة قرانك لا دلك كشغية ومجرو أو قبل كشبل هذا وصل كشغية بإذن الله الكريم قرانك براو إني إن سدق دق شغلي سين بالله وطور رجينا سكون ميل قارئ ولا كلا رجينا قبل كشبل هذا وصل نفتي إني ميل بدن قرآن الله كدي عريو رجينا إلهي إذن شيء هدي إلهي إر إن شاء الله تعالى شغلة أصنت تنقد حبينا إني قد مديو بإذن الله الكريم وأنا كديت على الدوام إن شاء الله تعالى إني ولا صوب صمت كدمويت مدن الوزير كوزارة أهانتا ميسي وقرشة سدق موين كون فرق البلد وقرآن الله ديار ده الله لما أم بقول إني قرشة سن إني دجان دوم أمضى كنول أخرى كون فرق البلد هدي باي نقطة هبكول نقطة هدي شغلة دوس نقطة إني يو هلان أذيك باهيد يو أنقبان أودنا هودة إقرامة إني يو هلان إن شاء الله تعالى سدق دجا مشغيدون ونو سترتيب ترتيبه إن شاء الله تعالى هو لس ودان يا الله كبس دوق دبات يدل كوري همري اسم وقتين وما دون دبنت سلسين بوقتين جديد كنت بدن عدو عن هيرين إن شاء الله تعالى والرجال إن إس بربر سعته إن دتك كل شغيو إن نع سكورتي جديد كن إس بربر سعته الرجال إن شاء الله سوى دجرة اللي شغيو بإذن الله الكريم وما دون بتبادل نقطة إن شاء الله تعالى إلى هذه الشيء إذا مس أساس أوكر ويبون وريس الأولني تليها إذا كأسلوب تكون فرق البدس أنا كورمي shaqada ciidanka asluubta koonfur galbeed Soomaaliya iyo xarumaha kale ee degmooyinka deegaanada koonfur galbeed
قبتيكي مدبينة قامي على الدرين برنامج دي وين جيدا يعني أنه خبسك أسحالة دي جوجي فارجي ولي ما عبي سكرين أنا حارك أبو سفر كي انت أسمي قوي أوكي تري سيبر بلو سيبا هلس كسي أسدوبت إذا كوفر قبسان كون قرائي إذا كسدوبت كوفر قلبات شاكدي سيدا فايلتا بولد ما في وياه تشبه هاي بيلوبو دور هكام جينسور خدورة شغية هاي كوفر قلبات خمسية دي نتيو شغية هاي ولي عبا شغلو فيلي إيه كأسلوب تسيدي وبرك أسلوب مغاجي أسلوب دارن كمسي سكوية ولا هتو هب مهبيس ميلكير في نظام شه إبرشيد وده شغية تاني بغل كده بغل أوكي أكبادو الكوين يا تلسك إيه كأسلوب تحاي سدا حروما شرق ديسا قبل هذا كوفر قلبات كلي مين كومي ده؟ ماي كومي ده هرتم مدي أتلان حبسي كل والي بكوفر قلبات انتون لشك هاي انتك بدي أتلان فضايا نصو بيو فضايا ودانك بدي بدو وحايسة أبرو وانا ديبان نصو بيوانا فليا إذن كفيت سوامي يا سيدي كمي بشير محمد جامع شركات السنة ديوري دي أفرت إسرائيلات هنا تركو قيب قلي إني حبسي دبلون لسه نفر دو قبل كوري إني سيدي قاعد قاعدتكي والويل بهرمالين تيجي من عارضي جيدين كتابة بردي سوى الويل بإني أو لكل بي يا قبل دي حفظة ويا قوان حرومو تلسيري دقينين أو كنفر قلبة دا جرانا إن شرق دا محبس كفيلون أو ميلون قرول شيرات إيم بايدوا أو كتا عريريا بدنا كو عوضا سنقاب تلسو كنفر قلبة دا فيلي جيات بايدوا إيدا عريرين كي إيدا عريرين كي شيئت هو رباط بدنا كو يلي كتير ما دلوا هذا تولي ما دقيقة دلوا كنفر قلبة دا ee wazara hayaa deega dhigay habsiga asan bilaaw door marka noqii oo Mogisho ka dhisnaay miskoon ku dhisnaay oo ka habsi caalamiga tii ka dhisay sidii aan baran tahay baradiyo bulwoonigu warshidi walyul bin tii ku soo bi farmar sayrogyo tii aan fadi ta sidu Mogisho oo taliha ciidanka ku soo bi barnaamijka asan madruun ta bilaaw door nadiila way basaas oo kala wareysan la waalina tariyaha ciidanka ururka boole fartanada ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Corner Hassan Aden yaraa soo ku waramay howlgalada in ka dambe ciidamada iyo Kosoobiyan deegaanka oo ka degmada Diisor ee gobolka Bay soonaas oo kala soo waramay qorshaha iyo dejin telefoon jidkiis kiro bay dhabiyo Diisora la aan ku dhaw amarkan korreti oo idaacada ama TV ga konfirmed la kulmaano ciidanka maasanta aan degmada Diisora ku soo noqon alhamdulillah rabbil alamin wal dabaate majar aan muddo badan ah inta roogna may ka roogna ilaa saddex qaybood ciidamada kooban amisom oo ethiopia iyo ciidamada koonfur galbeed maamul goboleedka oo inta new boris ana arashaa magaasho la karo oo koonfur galbeed soomaali ciidamada sna graafiska koonfur galbeed iyo ciidamada sna oo ururka 104 inta ka degelna aan may ku hol galane deegaanka Diisor oo dhan iyo deegaanadaas ka haa tali way baad faafaxno saasi hol galada in ka dambay ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya ciidanka koonfur galbeed ciidanka Amisom iyo Kosoobiyan buulooyinka iyo hoos ka degmada Diisor oo guulo weyn la ku deeri may ku mid ah ka dambay soo galay may ba ku mid aha aan 26kii oo biliye lamaad howlgal uu ku soo bini degmada tuulada Kurmaan Gurbaan ee Misir ee howlgal ku soo bini waana ku guuleysanay ee dad oo masaakiinta dhibaayay anshuur iyo wal zakaawad la hado on dhamaadan dadka la ku gaado dad noocaas ah dadna way han qobadi oo maxbuus ah tabuuga ee guriga iyo dadka ka saareeray ee anshuur tan ku qaadayeen way ku qaadayaan tabiyaan urkun guulo ka saa kooyin leh lawaatan ka gelin lama lahayd ciidamada way bajar dibo ku jira oo lan diyaaray intee qayb ku nagaada ciidanka hoggaanka dalka iyo ciidamada ka soo degmada Diisor aqabad kuwiin haysta ciidamadii oo ay sheegada in furu ay siimato wadooyin ku bishid aqabad weyn ka nagaadi noola liyo in isdaraaro ku ba aqabad kuwiin oo haysta ciidamada may baa ma dhamaystiran ciidamada ma dhamaystiran hadda inta way ka tababarisaa aan ciidamada ka tababarin markii la tababaray ku badan waxyaabo muhiim ah way sii waxyaabo muhiim ah ku dhimanay kasi
markii ilaha ku qaada hata gurigoo aa ka elisiy askarigu way tababare gurigoo aa ka elisiy gaadiid ma haysado ambalans ma haysado isgaarsiin ma haysado sidii macnaha duurjoogtun oo masaakiinta dhibaasoo taransiga oo adduunka manaa wareeridi siin dhagamaasanan dhagamu waayan markuun saas daraadee may ku moqonaa inay la dhammaystiran xaquuq manaha tasiilaad badan ku moqon sanadii ciidankaa dhamaystirnaane sanadii ciidanka ma dhammaystiran markuun qofka haddii sanadiis ciidankan dhammaystiranayna muraal ahaan ma dhisan oo muraalashiyan dhisanaynen ma ka horseedo koro in dadkaas awood saara magaalo koro okay hatoway baa ku wareysa raadiya iyo t v koonfur galbeed oo dowladii koonfur galbeed isin hogaamiya haytaan oo qeyb ku eedamad howlgallada ka jareetay dowladda koonfur galbeed way baatigay kaadeeray magaalada baydhabo madaxweynihii koonfur galbeed isu hogaamiyo kantalis ahaanta madaxweynaha koonfur galbeed iyo xukuumaddii wasiirka amniga koonfur galbeed oo qusayta inyo tayba iyo tirabya kasoo beeno ciidanka koonfur galbeed ka sugan may baaqaadan dar lahayd may baaqan diray koonfur galbeed dhagaag oran socotay koonfur galbeed deegaankun iyo askara la kuhubay askar badana roogda ilaa iyo 307 askariya hata kor la kuhubay dhaqaale darre iyo administration xumo yaa an burburayn hata walow 200 askari oo kale ku rogda inta iyo 300 wala jir oo hata sacdan dhib wey hata oo hobla qalabay inay macnaha shaqeeyaan diyaaran fightank soo bii koran tirarisho walaasho oon dhammaaday laakiin qalabkii wili ku dhamma markuu may lahaa maadaama koonfur galbeed hata dowlad urdun ay waxna qaad ay ku dhalatay inay horan socotay muddoon dhammaatirki walaaga dhimanaya inay dhammaatiran ku baaqa lahay haddii sanadoon oo qabada seenka ee la seen dhammaystir ciidankun dhiibba ku jara tababarka laahiro la qalabay may qoysheysiin ku degsan jidkun iska hiro baydhabo iyo baadiiso jidka ciidan ahaan ma hirin politikala jidkan hirinyay hob ciidamadoon la dhammaystira way furo kore jidka wal culeysa maa jidka lan ii geed walba askari shabaab ay masuulun political ahaan leeyihiin hirinyo maskaxiyan ahaan qofkii ganacsiga ka soo bsoo lahaayo meel aray meel hebele ganacsiga jeeyto jid hebelo marto hirinyo hubi macnaha furtoona baawarka meel la dhigay walaa ki dhibaatee dadkun dad taranaysa oo dad oo algagaxsa oo dad ilaahay ku obsaa uma aan masaajidka dhistaa walaa ki dilayaan adduunyada maba aan kiyaab badanay tahay maalin ciid ay ku tukudaan banaanku ku tukudaan iyo gaalna waardiyaysa un islaama anagu waana tukudaan iyoon islaamaasimanaa sheegadaan gaalina waardiyaysa intii salaadun ka jaran markuun dadka dad noocgaas ee bolitikala jidkun ka hirinya haddii ciidamada qalab shoolan dhammaatiro bolitikada iyo kireen oo kale way ka furo koro cabsi shacabka la geliy qalqalgelin shacabka la qalqalgeliyo maadaama adayna tiraagi lata unagoola kooga waday madaga laha ku gooyana tiraagia madaja laakiin saare laba qofkan bini aadanka ee walaa isku nahaa ciyaalsheen ku muhiimsan unaga inta la dili faday markuu may saare meel hebeleen martoy cabsidan weyn shacabka hawa jihadisa lanku kugubii karo oo jidad kunyoona ka furdi karono dowladdii kale shaqeyn karono laamo ammaankan la shaqeyn karono salwaan karo qorshisasi muddo saaradaasi qorshe ninku degsan tababar oo la tababardaa jira dadka inay macnaha la wacyigeliyo oo lan sheega inay oo qofku cabsi geliyow ilaahay leeyay walkastana macnaha ajalis leey ka nagadaaw dhimashada inoololana ilaahay galanta iska jarta yaa dadka la ku wacyigeliya lan sheega hata deegaanku dadka roog lan sheega la ku wacyigeliya si adii baragaasi hata dadka u ahniska bahi deegaanku geega oo lan la baaraw io lan la shaltuuraw io lan jidukiraonan lahaa in laiska dhex socdo madaxweynaha ka dhex lugaaya aragaasi walaas qofku macnaha wacyigelina laka deersiya maana xoog iyo macnaha gur afdhiya ma ah dadka in la wacyigeliya lan sheega dowladnimada wali ad magaaladu magaalo 8 lahaysadiu shabaab kuwaan shabaab ahayd wal alla walaay us deegaamaha isku soo biyow intaa ku qaaday intaa kusoo biyay markii la ku qabaday kubadda iyada lanku nabadgeli dhibaatooyinka magaalayaalka oo degmada hata sidii baydhabo oo kale inta lanku jiyeeyay hata sidii hore maah markuu dadka inay la wacyigeliyo lanku badbaado kor guudaha baan tahay gabagabeynaya fursada barnaamijka toddobaadkii KJ TV oo isku fursaasan TV-ga dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya barnaamijku baan taasi ku jeedinayaa Faisal Dhaaye Hussein inta barnaamijkan kala madowna hudurreedan kulmaana saasi amaana la wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.